انه المية دي جديدة يعني، فهو الجديد في الامر 50. مظبوط جدا، الجديد في الامر 50. طيب هنيجي نقول، طيب هو ايه الزيادة اللي هي جت على التعب بخلاف اللي احنا قلنا على دوت؟ النهاردة اللي بيشتري من السوق الحرة برضو الفترة هو بيبقى فيه رسم 2% من قيمة كل سلعة مشترى. كل يعني الزيادة اللي حصلت هو الاثنين بقى 3، ففي 1% زيادة على 2% بالنسبة للسلعة المشترى من الأسواق الحرة. بعد كده 10% على الأنواع التالية، وأنا بقى قانون على فكرة. أيوة فندم، أنا مع قدامي القانون برضو. أسماك السلمون وشرائح سمك السلمون، الأسماك الوردة، التعريفة الجمركية، أسماك السلمون، الجمبري، الاستاكوزا، الكافيار، الفواكه الطازجة والمجففة، والبن المحمص، الشوكولاتة، ماكينات الحلاقة، مجففات الشعر، أجهزة إعداد القهوة والشاي، سماعات الرأس، ساعات اليد، التروسيكلات والسكوترات والقداحات، الولاعات يعني. هي دي اللي دول عليهم 10% زيادة. بعد كده في عندنا اللي هي ضريبة بتاعت المد، واحنا وجدنا انه احيانا هو احنا لغاية دلوقتي الضريبة جنيه بقى فترة طويلة جدا، فاحنا كل اللي عملناه قلنا مع تغير العشرات سنين دي الجنيه دوت يعني ما عادش، فحطينا 20 جنيه، حطينا الحد أدنى إلى 20 جنيه. كمان وجدنا إنه أحياناً حتى الجنيه ما بناخدوش، نتيجة لإيه؟ إنه مفيش تذكرة دخول، بيحط كل العملية في الفاتورة بتاعت الأكل، وبالتالي الدخول حر، لكن التكلفة أنت بتدفعها في الفاتورة بتاعت الأكل، وبالتالي حتى الجنيه ده ما كناش بناخده يعني. فبدأنا ننظم ده وقلنا لا، لو إنه الفاتورة سوري، لو إن الدخول حر فاحنا بنقول في الحاله دي انا بحط نسبه 30% من قيمه المأكولات والمشروبات اللي بتقام في هذه الحفلات اذا كانت دخول حرا، لكن لو الدخول بالتذاكر خلاص انا هاخد مع التذكره اللي موجوده. بعد كده دكتور محمد، يمكن هي النقطة ديت ناس كتير اتكلموا فيها، قال لك ده الترفيه بتاعنا واحنا بنروح نتفسح وبناخد العيال، وانت مزود كمان دخول الجناين والحدائق والحفلات وكل هذه الأشياء، وبالإضافة للأوبرا، بالإضافة لحفلات الموسيقى، بالإضافة للباليه، ودي ثقافة لنا ولعيالنا، والسينما الأجنبية برضو زودتها علينا، فهم الناس واقفة يعني. موضوع الجمبري و أسماك السلمون والاستاكوزا والكافيار، الناس ما يعني ما وقفتش قوي عند الموضوع ده خلاص، في ناس تانية بصت له من زاوية أخرى وقال لك أنت كده دي حاجات سياحية، والسياحة الناس اللي هتيجي هنعمل لهم الأكل أغلى، فمصر مش هتبقى منافسة. خلينا نسيب ده على جنب، احنا بنتكلم على القاعدة العريضة، فالقاعدة العريضة جايين عند هذا الأمر وبيقولوا لا، هي ليه الدولة عايزة تحرمنا من هذه الأمور وعايزة تغليه علينا؟ تعليق حضرتك إيه؟ يعني انت الافلام الاجنبيه انا كل اللي زودته 5%، بالنسبه لحضرتك بتقول لي عروض دور المسرح الاوبرا، بس خليني اخد اديني فرصتي معلش. لا 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 اتفضل يا فندم، انا اسف. انا يعني عروض 10% ما زودتش عليها حاجه، ليه موجوده. عروض الاوبرا انا زودت عليها 5%، عروض السيرك زودت عليها 5%، بالنسبه للحدائق والملاهي اي زياده عليها، هي ما جت عليها ولا حتى زياده زي ما هي. بالنسبه للحفلات العامه في النوادي يعني هيبقى في 10% في حاله الحفلات العامه الزياده في النوادي. بالنسبه لحفلات الانزلاق في انشطه بقى ظهرت يعني ما كانتش موجوده عندنا في القانون، اضفنا كتير لانه مثلا على سبيل المثال ظهرت في بعض المولات التزحلق على الجليد، ده ما كانش عاد، فبالتالي انا مش من ناحيه قانونيه ماليش ان انا اخد على الانشطه دي انها مش موجوده عندي في القانون،
ايوه فندم ماشي، يعني موضوع التزحلق على الجليد ده وعروض الاسماك والاخر، انا بتكلم على الحاجات اللي الناس بتستخدمها كتير، لانه حضرتك قلت لي دلوقتي هو الفلسفه بتاعت الموضوع انه الناس يعني ما تتاثرش، اللي هي غالبيه الناس، فالحدائق، الحفلات، الاوبرا، السينما، يعني ده برضو ده الترفيه المحدود بتاع الناس، هو الناس ما عندهاش اكتر من كده عشان يبقى عندها ترفيه يعني يقدروا عليه. يعني لما يكون واحد واخد عياله الخمسه والتذكرة مثلا بخمسين ستين جنيه وفي 10% زيادة على مبلغ برضو بالنسبة له، يعني يا ريت تبص فيها، يعني أنا بحاول أكون محامي الناس يعني. لا أبدا.